وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هن، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات أو مش وصفات، هنتعلم إزاي نعمل طريقة الكيك اللي بيعتمد أساسا على الزبدة. الكيك كلاسيكيا بيقسم إلى قسمين، أول واحد فيهم زي اللي هنعمله خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله هيبقى الكيك اللي بيعتمد على الزبدة، وفي بعد كده هنعمل مع بعض الكيك اللي بيعتمد على إن احنا نشكل فوم، وده بيبقى أساساً من الفوم بتاع البيض. فعندنا كيك معتمد على الزبدة وكيك معتمد على البيض. من أهم حاجة في كيك الزبدة هي إن احنا بنحاول نحقق ثلاث حاجات لما بنعمله بالطريقة دي، اللي هو كيك الزبدة هنسميه كده. كيك الزبدة ده لما بنيجي نخلط كل حاجة في العجان، وطبعا ممكن بالإيد لو ما عندناش عجان، بس هي بتبقى متعبة شوية لكن هيطلع برضو نتيجة كويسة. أول حاجة هي إن احنا نخلط المقادير كويس. يبقى احنا أول حاجة عايزين نعملها خلط المقادير جيدا، دي أول حاجة عايزين نعملها. تاني حاجة مع خلط المقادير عايزين هندخل هواء داخل العجين، لأن الهواء ده هو اللي بيخلي الكيكة ترتفع في الفرن. أي مواد كيماوية بنضيفها علشان الكيكة ترتفع زي مثلا البيكنج باودر أو البيكنج سودا، دول مش بيكونوا فقاعات هواء في الكيك، ولكن الفقاعات الهواء اللي احنا بنكون دخلناها اوريدي في الكيك بتبتدي تكبر بتأثير البيكنج باودر أو البيكنج سودا، لكن دول ما بيعملوش هم فقاعات من نفسهم، ولكن بيكبروا الهواء اللي احنا اوريدي دخلناه في الكيك. تالت حاجة مهمة قوي هي ان احنا الملمس بتاع الكيك يكون ملمس ناعم، الهواء اللي دخلناه فيه ما يبقاش فقاعات هواء كبيرة وفقاعات هواء صغيرة وهكذا، ولكن تبقى فقاعات هواء صغيرة وحجمها كلها تقريبا حجم واحد، وده بيدي للكيك الملمس الحلو بتاع الكيك اللي احنا بنحبه، بيبقى ناعم في البق ما بيبقاش خشن في البق. بالنسبة للحاجات اللي بنضربها في الكيك احنا بنمزج حاجتين مع بعض، بنمزج عندنا الدهن او الدهون، نوع الدهون سواء كان زبدة او اي حاجة تانية. طبعا هنا احنا الكيك بنتكلم اساسا على كيك الزبدة، فغالبا هيكون الزبدة مع السائل ايا كان السائل ده. السائل ده ممكن يكون لبن، ممكن يكون عصير، ممكن يكون بيض. طبعا لما بنقول سائل في البيض احنا بنتكلم على بياض البيض اساسا، لان الصفار نسبة المية اللي فيه اقل، بياض البيض نسبة المية اللي فيه 90% مية والباقي بروتين اللي هو 10% بروتين. صفار البيض البروتين فيه 65% و 35 مية، فطبعا لما بنقول مية أساسا بنبقى بنتكلم على البياض. بما ان الحاجتين دول عادة مش بيمتزجوا مع بعض بسهولة، عندنا الدهن والمية لو حاولنا نقلبهم كده مع بعض حتى ولو في الخلاط، لو حطيناهم كلهم مرة واحدة هنلاقيها بفصل، هيخلي بنسميها كيردلينج او الخليط بيفصل. احنا عايزين نكون، يعني لو دي المية
اوكي، عايزين المية دي تبقى محاوطة بالدهن. القطرات دي مية وده نوع الدهون اللي هنستعمله، فعايزين الدهون تحاوط قطرات المية اللي في الخليط. لو حطينا السائل بتاعنا بسرعة، أو لو حطينا درجة الحرارة ما كانتش مظبوطة، أو لو ضربنا أكتر من اللازم، هنبص نلاقي ده بيفصل وهتتحول للعكس. هيبقى عندنا دي هتكون هي الدهون، وده هيكون المية، وده اللي بنسميه الكيردلينج أو إنها تفصل. يعني هيتحول من إن المية محوطة بالدهون إلى إن الدهون مش هتقدر تشيل المية أكتر من كده، والمية هتبتدي تخرج منها، والمية هي اللي هتحاوط الدهون. ده كده يبقى الخليط بتاعنا فصل. فلما بنعمل زي المايونيز وبنحط الأول الدهون في الخلاط الأول، وبعد كده بنضيف السائل شوية شوية، علشان كده احنا بنحط البيض واحدة واحدة وبنضرب كويس بعد ما نضيف كل واحدة. ده بيخلي أو ده بيحافظ على اللي احنا عايزينه، اللي هو قطرات المية تبقى محاوطة بالدهون، ودي هتدينا نتيجة أفضل في الكيك. أوكي. زي ما قلنا إن الهواء ده اللي بندخله هو بنفسه محتاج، ممكن هو نفسه يبقى كفاية. يعني في وصفات ما فيهاش بيكنج باودر أو بيكنج سودا، وإن الهواء ده لما بنضيف بيكنج باودر أو بيكنج سودا بيبتدي الفقاعات تكبر بسبب الحاجات المواد الكيماوية اللي حطيناها اللي هي بيكنج باودر أو بيكنج سودا، فبدل ما بتبقى صغيرة كده بتبتدي تكبر. وعندنا كمان اللي بيساعد على ان الكيكة ترتفع، قطرات المية دي بتبتدي تتحول الى بخار في الفرن مع الحرارة، بتتحول الى بخار، والبخار بيبتدي يخلي الكيكة ترتفع وتدينا كمية او فوليوم يعني اكتر من الاول. بالنسبة للملمس، أنا همسح بس السبورة علشان ما فيش مكان. بالنسبة للملمس، الملمس احنا بنحاول ما نضربش كتير بعد إضافة الدقيق، يعني بعد إضافة الدقيق بنحاول نعمل الخفق يبقى قليل، مجرد بس ان العجينة تمتزج مع بعضها. يفضل ان احنا نستعمل دقيق الكيك، لان دقيق الكيك نسبة الجلوتين فيه اقل من الدقيق العادي اللي هو لكل الأغراض أو دقيق العيش أو البيتزا، وبالتالي بيدينا نتيجة أحسن في كيك. إحنا مش عايزين حاجة تكون بتشد كده زي العيش، لا، عايزين حاجة تبقى خفيفة وناعمة في بقنا لما ناكلها. الجلوتين مش موجود في الدقيق من البداية، طول ما الدقيق جاف مفيش فيه جلوتين. في نوعين من البروتين، واحد منهم اسمه جليادين والتاني اسمه جلوتينين. الجليادين والجلوتينين لما بنضيف لهم مية بيبتدوا يدونا الجلوتين، اللي بيقوي الجلوتين اكتر ان احنا نخفق الخفق
وكمان الحاجة التالتة اللي بتزود الجلوتين، بتزود الديفلوبمنت بتاعت الجلوتين يعني تحضير الجلوتين، هي الوقت. فلما بيبقى عندنا النوعين البروتين دول بنضيف عليهم مية، بنخفقهم وبنخفقهم قد ايه، او حتى بعد كده لما بنريح العجينة نسيبها ترتاح على جنب، كل الحاجات دي بتخلي الجلوتين يبقى اقوى. فاحنا دايما بنحط في بالنا الكلام ده كله. من ضمن الحاجات اللي بتقلل من الجلوتين او من ان احنا نعمل جلوتين يكون قوي، هي كمية الزبدة، هي كمية السكر، وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر بعد كده. ولكن في المرحلة دي احنا بس عايزين نستعمل كيك يكون الجلوت او الجليادين والجلاتينين اللي هم هيعملوا الجلوتين ما يبقاش كتير اصلا، وكمان ناخد بالنا امتى نحط المية ونخفق قد ايه، والمدة اللي هنسيب فيها الخفق يستمر او هنريح فيها العجينة. في الحالة دي احنا مش هنريح قوي لان دي كيك لما هنخلصها هندخلها الفرن على طول. بالنسبة لأنواع الخفق عندنا أو تحضير الكيك، بالنسبة لكيك الزبدة عندنا أربع طرق مختلفة لتحضير كيك الزبدة. أول واحدة اللي بنسوي بيها الكريمينج، أو بنخفق الزبدة مع السكر لحد ما يوصل إلى مرحلة كريمية، فهي كريمينج أو مرحلة كريمية. تاني واحدة عندنا طريقة بنسميها الريفرس كريمينج، أو عكس الطريقة الكريمية. وفي تسميات تانية بنسميها الكيكة اللي على مرحلتين، بتتحضر طريقتها بتتحضر على مرحلتين. تالت واحدة عندنا نوع طريقة الخلط بتاعة الكيكة بنسميها المرحلة الواحدة، أو بنسميها مرحلة اللي بتبقى الدهون فيها سائلة، يعني لو عندنا زبدة هنسيح الزبدة، أو لو عندنا زيت هيكون سائل، يبقى هنسميها الكيكة المرحلة الواحدة. وأربعة عندنا حاجة بنسميها الفلاور باتر ميكس، فلاور باتر، أو الدقيق زائد العجين، وهنا بنسميها one stage. أوكي. هنعمل مع بعض إن شاء الله الأربع طرق دي. النهاردة هنعمل أول واحدة اللي هي الكريمية، وبإذن الله نرجع بعد الفاصل ونبتدي نعمل مع بعض الكيك النهاردة. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الكيك بالطريقة الكريمية. وأشهر كيك بالطريقة الكريمية هي اللي بنسميها الباوند كيك، كتير بيقولوا عليها الإنجليش كيك أو يعني اللوف كيك، وهي كان اسمها باوند كيك لأن هما كانوا زمان بيعملوها الباوند اللي هو الوقية حوالي نص كيلو، فكانوا زمان بيعملوها وقية من الزبدة، من البيض، من اللبن، من الدقيق، الأربعة دول هما دول اللي كانوا بيكونوا الباوند كيك. يعني عندنا باوند دقيق، باوند بيض، باوند زبدة، وباوند سكر. بس مع الوقت الكيكة دي حسنوا فيها، لأن الباوند كيك بالطريقة دي كانت بتبقى
يعني تقيلة شوية، ما كانش فيها لا بيكنج باودر ولا بيكنج سودا، وبالتالي كانت بتبقى يعني مكبوسة شوية، خصوصا لو في الأول ما أضفناش ما دخلناش هواء كافي وإحنا بنضرب الزبدة والكريمة. فالنهاردة إحنا هنعمل باوند كيك، ولكن باوند كيك المطورة. فهنلاقي عندنا شوية لبن، عندنا البيض، عندنا سكر ودقيق، ولكن بأوزان مختلفة، احنا مش باوند من كل حاجة فيهم او مشوائية من كل حاجة فيهم. عندنا 360 زبدة، 390 جرام سكر، 4 جرام ملح، 225 جرام بيض، 450 جرام دقيق كيك، 18 جرام بيكنج باودر، 250 جرام لبن، و8 جرام فانيلا. زي ما قلنا ان اهم حاجة ان احنا نضرب الزبدة والسكر كويس قوي لحد ما تبقى كريمية. بعد كده هنضيف البيض واحدة واحدة برضو لحد ما الملمس يبقى ملمس كريمي ناعم وكله هواء، دخلنا فيها هواء كتير. بنضرب الزبدة لوحدها الأول علشان نضمن إن ما هيش ساقعة قوي والملمس بتاعها يبقى كريمي من قبل ما نحط السكر. هنحط الزبدة في البول بتاع العجان ونضربها لوحدها شوية الأول. الزبده دلوقتي اتضربت، انا عايزه بس اطلع الزبده في الجناب وفي القاع عشان لما احط السكر وابتدي اخلطهم ما يبقاش فيه زبده لازقه وما اختلطتش كويس مع السكر. وكل الباقي احطه هنا. دلوقتي ارجع اضرب تاني وابتدي احط السكر. حاجة مهمة برضو واحنا بنضرب الخفق ما يبقاش على أعلى حاجة، الخفق يبقى متوسط. كل ما بنخفق جامد وعالي فقاعات الهواء اللي بتتكون بتبقى فقاعات كبيرة، والفقاعات الكبيرة دي بتفرقع بسهولة لأن هي خلاص ده أقصى حاجة تقدر توصل له. إحنا عايزين نعمل فقاعات صغيرة والفقاعات دي تكبر في الفرن مع البخار ومع البيكنج باودر اللي احنا هنستعملها. لو من الاول الفقاعات كبيرة قوي لما هندخلها الفرن مش هتستحمل، تفضل تكبر وهتفرقع جوه الفرن وهنلاقي الكيك بتاعنا ابتدى يهبط. فنضرب بس بسرعة متوسطة، يعني متوسطة على سريعة شوية بس مش اسرع حاجة عندنا. أوكي. دلوقتي الملمس بتاعها ابتدى يبقى ملمس كريمي، هنلاقي ان الزبدة ابتدت لونها يبقى افتح شوية من اول ما حطيناها، بتبقى صفرة قوي دلوقتي بتبتدي تبيض شوية وبتبقى انعم كتير. ومهم قوي ان احنا نستعمل السكر الخرز مش السكر البودرة في الكيكات دي، لان احنا محتاجين ندخل هواء زي ما قلنا، والسكر طول ما هو بيلف في العجانة بيبتدي يشق كده زي خطوط هواء
مكان ما بيعدي، لأن هو طبعا خشن جوه الزبدة. وبعد كده لما هنحط البيض، السكر طبعا هيكون لسه ما دابش، وبالتالي هيفضل برضو يعمل هواء، خطوط كده، ودي بتتكون إلى فقاعات هواء بعد كده. قبل ما نحط البيض بنرجع تاني نعمل نفس الحكاية، بنجمع الزبدة والسكر من الحواف والجوانب والقاع، علشان لما نحط البيض، البيض يختلط معاهم بالتساوي. فدلوقتي ارجعها، طبعا لو في اي حاجة في السباتشولا برجعها برضو، وهنبتدي نخلط، والبيض هننزله واحدة واحدة، وهنفضل نخلط بعد كل واحدة لحد ما تتشرب تماما في السائل ده، علشان نحولها إلى emulsification، أو زي تمازج، أو زي المايونيز كده ما بنعمل المايونيز. نضرب بعد كل إضافة سائل، ده احنا بنعتبره سائل عشان خصوصا البياض. وبعد كده لما يمتزج تماما بنحط اللي بعدها، وبرضو بنخلط على درجة متوسطة. كده البيضة اختلطت تماما. انا ممكن احط برضو الفانيليا دلوقتي، واحط تاني بيضة، ونضرب لحد ما تختلط تماما، وبعدين احط التالتة. كده هنلاقي ان الملبس بتاعها بقى ملمس كريمي، ومش فاصل، ما عنديش المية مش طالعة برا الدهن، بالعكس الدهن باين من برا، والسائل مش باين خالص، لان السائل عبارة دلوقتي عن قطرات متحوطة بالدهون اللي هي في الكيكة دي زب. برضو هنطلع كل في الجناب والقاع، علشان نبتدي نضيف المقادير اللي فاضلة مع بعض. لو حطينا اللبن أو كمية السائل بدل اللبن، كان ممكن نحط مثلا عصير برتقال، ما ينفعش نحطه على طول لأن هيبوظ اللي احنا عملناه، هيفصل اللي احنا عملناه. فبنحطه يعني بالتتابع كده مع المكونات الجافة. عندنا هنا ملح ودقيق وبيكنج باودر، هنخلطهم مع بعض. والخلط ده برضو بيدخل هواء في الدقيق، وبالتالي هنكون دخلنا هواء اكتر في الكيك، ودي حاجة كويسة. هنحط حوالي تلت الكمية، ونبتدي نخلط، ونحط نص كمية اللبن، زي ما قلنا احنا مش عايزين نخلط كتير، هنحط تلت كمية التانية، وبقية كمية اللبن، وأول ما يختلطوا نحط بقية كمية الدقيق. ونخلطهم لمجرد بس يختلطوا مع بعض، ولكن ما نخلطش مدة طويلة، مش عايزين نكون خيوط جلوتين قوية. أوكي. أول ما نشوفش دقيق لوحده يبقى كده كفاية قوي.
هنجيب صينية محضرينها بالزبدة والدقيق. زي ما احنا شايفين الباوند كيك حتى بالطريقة الكلاسيكية بتاعتها أو حتى بالطريقة المطورة بنلاقي إن العجينة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بتكون عجينة تقيلة. ودي مش بيفرق قوي لو ما كناش جاهزين، طبعا مهم ان الفرن يبقى جاهز وسخن بنفس درجة الحرارة، لكن مش يعني لو سبناها بره 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة مش هتهبط، هتبقى برضو ناجحة. الحاجة الوحيدة لو حاطين بيكنج سودا بدل البيكنج باودر، لو احنا عاملينها مثلا باللبن الرايب فحطينا بيكنج سودا. البيكنج سودا بتبتدي تشتغل بدون حرارة، يعني مش محتاجة حرارة الفرن زي البيكنج باودر عشان تبتدي تشتغل، فلو سبناها برا كتير هتبوظ. لكن دي اللي بالبيكنج باودر ممكن نسيبها برا شوية. زي ما احنا شايفين الباوند كيك العجينة بتبقى متماسكة وما فصلتش خالص، زي ما احنا شايفين كده الملمس بتاعها مظبوط. نفردها في الصينية لأن هي في الفرن مش هتفرد قوي لوحدها، فلازم نسويها شوية وندخلها الفرن على درجة حرارة 160 أو 170 بالكتير قوي، وهنسيبها في الفرن. بما إن دي عريضة شوية يعني الكثافة بتاعتها تخينة شوية، فهتقعد في الفرن حوالي 40 إلى 45 دقيقة. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. هنقطع منها حتة عشان نشوف الملمس من جوه. زي ما احنا شايفين الملمس من جوه، الفقاعات تقريبا كلها صغيرة وكلها نفس الحجم، ما فيش فقاعات ضخمة وفقاعات صغيرة، وده بيدينا الملمس و يعني لما بناكلها بتبقى ناعمة في بقنا مش مفرولة، وده اللي احنا عايزينه. فتعلمنا بكده النهاردة ازاي نعمل الباوند كيك او الانجليش كيك. طبعا شكلها كل واحد يعملها بالشكل اللي هو بيحبه، ممكن نعملها بالطريقة دي، ممكن نعملها زي الانجليش كيك، ممكن نعملها حتى كب كيكس، بس لو كب كيكس هنعلي فرن شوية يبقى 180، لأن ما فيش يعني مش هتاخد وقت كتير قوي في الفرن، فممكن درجة حرارة أعلى. يا رب الحلقة تكون مفيدة ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.